جزاكم الله خيرا. هذا الأخ محمد يقول: ولله الحمد أنا مؤمن بالله عز وجل ومحافظ على صلواتي، ولكن يا شيخ صالح عندي خوف غير طبيعي وأخاف من كل شيء، هل هذا الخوف يخل بعقيدتي؟ لا يخل بعقيدتك إن شاء الله، ما دام لم تتكلم أو تعمل ما يخالف العقيدة فلا يخل بعقيدتك، ولكن عليك بالاستعاذة من الشيطان والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن.